ارحب بضيفي من الرياض بالاستاذ فهد الاحمر الكاتب والباحث السياسي. اهلا بك استاذ فهد معنا في هذه التغطيه. يعني انباء تحدثت اليوم عن محاوله السعوديه التصدي للصواريخ التي اطلقها الحوثيون من اليمن، وهذه ليست المره الاولى التي تحاول بها السعوديه بالفعل التصدي لهذه الصواريخ. هل يمكن ان تؤكد لنا محاوله التصدي اليوم، وكيف يقرأ هذا التحرك المستمر من قبل السعودية؟ مرحبا بكم. أولا من بركم هذا أدين النظام الإسرائيلي على قصفه العشوائي للمدنيين الأبرياء وتجاوزه لرد الفعل والانتقام والثأر إلى الإبادة، الإبادة التامة للأهالي. هذا العمل هو انتقام من حماس عبر الأهالي في غزة. هنا أدين أيضا الساسة الغربيين على تباكيهم لمقتل الإسرائيليين على يد الفلسطينيين، لكنهم يرفضون التعبير حينما يقتل يعني الفلسطينيين على يد الإسرائيليين. إسرائيل تنتقم من حماس عبر الأهالي في غزة، عبر الأطفال، عبر الأبرياء. لا يوجد منتصر، إنما ضحايا. هذه الحالة وهذه الأزمة قد تحدث نقلة جديدة وعودة لنشاط الجماعات الإرهابية في المنطقة بشكل أكثر عنفا، وقد يصل نيرانها للعالم الغربي ولن تقتصر على المنطقة. فلتحذر الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا وعلى والدول الأوروبية من التمادي في عدوان وبطش ووحشية إسرائيل على المدنيين. وتذكر أنها تنتقم، لكن هذا تجاوز الانتقام. هذا الأمر له خطورته. كل حرب لابد أن تسفر عن ترتيبات سياسية، يعني تفرز خرائط جديدة وتنشئ جراء كيانات. هذا الأمر له خطورته في الحاضر والمستقبل، لعل أبسطها نقل الصراع ليصبح بين العرب في المنطقة العربية، ثم تنتقل أيضا يعني في مردودها إلى الدول الغربية. بالنسبة لما يعمله الحوثيين، فهم أجبن من أن يقوموا بما يفعلون الآن. هو مجرد مناوشات بدعم من أو تأزير من طهران، وبالتالي هم ليس لهم قدرة على هذه المسألة، وهي مجرد بس تسجيل موقف. نتمنى أن يحكم العقل وتحكم الحكمة في هذه الأزمة. نعم، ولكن لتفسر لنا أستاذ فهد، على ما هي الرسائل الموجهة من قبل السعودية عبر هذا التحرك لها؟ نتحدث عن محاولات تصدي لهذه الصواريخ التي تطلق من اليمن تجاه الأراضي الإسرائيلية. الحقيقة لم أسمع عن هذا، وليس هناك تصريح محلي بهذا الشأن، ولكن لو حصل أن هناك يعني عمليات عسكرية على في حدود الأجواء السعودية، فإن السعودية ستتخذ موقفها التي تراه بأي شكل. لأن هذه الصواريخ استفاد في نهاية المطاف يعني تشكل تهديد أيضا للأراضي السعودية، ليس فقط للجانب الإسرائيلي. كما سبق وذكرت لك، إذا كان هذه الصواريخ لها تأثير على المملكة العربية السعودية وعلى ودخولها في الأجواء، فإن الدولة تتصرف بطريقتها، لكن لا علم لي بهذا الشأن. نعم، ولكن هناك من أكد لنا هذا أستاذ فهد، هذه التحركات المستمرة من قبل السعودية. ولكن في سؤال آخر، برأيك استمرار إطلاق الحوثي لهذه الصواريخ هل يمكن أن يؤثر على العلاقات السعودية الإيرانية؟ نحن لا نستبق الأحداث. هذه حرب إعلامية كما أنها حرب
يعني استخباراتية، فلا نستطيع أن نستبق الأحداث. لا شك أن يعني العقد والاتفاقية مع طهران قوية ولها مظلة قوية أيضا وهي الصين، وبالتالي فيصعب الحديث عن أمرها في هذه الساعة. نعم.